هبطت الليرة التركية مقابل الدولار مع تجدد المخاوف من تأثير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية في البلاد عقب عزل محافظ البنك المركزي مراد تشينان. وسجلت العملة التركية عند بدء التداول 5.77 ليرة للدولار بانخفاض بلغت نسبته 2.56% في ظل مخاوف المستثمرين بشأن تبعات التحرك على استقلالية البنك المركزي.